جولة صحفية جديدة أطل بها عليكم مشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم. حديث الصحافة مليء بتحقيقات وتحليلات كتاب في دول عربية عراقية وحتى دولية. إذا نبدأ هذه الجولة بالعناوين. المشرق بداية ومقال لا نخبة. السياسة الكويتية، جيش العراق الفضائي، هل سيحاسب المسؤول؟ القدس العربي، العراق، فضيحة الجنود الوهميين في الدولة الوهمية. كتابات العبادي، شكراً. ومن إلاف العراق وصناعة أمراء الحرب. الحوار المتمدن، هل نصل إلى مجتمع صحي بعد التغييرات المتتالية؟ صحيفة العالم، نواب، عدم تطبيق التجنيد الإلزامي غيب الانتماء الوطني. ومن إيلاف نقرأ، اتفاق بغداد وأربيل يحفز مطالب دولية لإنجاز المصالحة الوطنية. وأيتام يجوبون الشوارع بحثا عن لقمة العيش من المستقبل العراقي. ومن الشرق الأوسط، هل المفاوضات صرخة استغاثة إيرانية؟ إلى يدعو طحرنوت، المطلوب استراتيجية عقلانية في القدس. ومنها آرتس، غباء السلطات الإسرائيلية. ومن المستقبل اللبناني، اكتشاف جين يسبب العزوبية. ومن السفير أخيرا، صحون قابلة للأكل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نبدأ بالمحطة الأولى بالملف العراقي، لكن بعد ثوان فكونوا معنا. لا نخبة، عنوان مقالنا الأول من المشرق للكاتب حاتم حسن، يقول فيه: يتصاعد الاعتراف بغيابة النخبة الثقافية وضجة الفضائيات بأن هذه النخبة تعيش أتعس مراحلها، فما يطفح على السطح وتصدر العراق لضروب الخراب والفساد والرعب كشف أن لا تأثير ولا حضور للنخبة الثقافية، وأن الرد المخيف قد لا يصدقها من عاش قبل قرون، فأين هذا من نخبة تعيش عصرها وتتجاوزه متطلعة للمستقبل؟ ثم يسأل الكاتب هنا: في الحشد القياسي للصحف والإذاعات والفضائيات، هل وجد إعلام كثيرون في الفكر والأدب والصحافة فرصتهم المناسبة فيها؟ ما يحمي جزئيا هذا الرخص والإسفاف وضيق فرصة المبدعين هي مكابرة أفراد النخبة واعتصامهم بالصمت أو بالحذر. ولو كان هناك طرف مسؤول لتولى جرد أسماء عملاقة في الثقافة والصحافة لأثار الضجة والاستنكار على إهمال الكبار، وليطلع الناس على تهميشهم ونسيانهم في زواياهم الحزينة، حيث أن قدر الناخبة الثقافية وفي أبسط المجتمعات هو التخمة من الرعاية والاهتمام ومن تقديمها كعلامات فخر
وذهول للمجتمع. النخبة الإعلامية تعرف أو تعرف مع المواطن البعيد مهزلة وضع النخبة وحالتها ومن تسمى بها وكيف شملها التزوير. فكما وضع البقال رتبة القائد العسكري على كتفه، رفع الأمي الجاهل لقبا من ألقاب النخبة ونظر من علو على الأديب والكاتب والصحفي المتقع وينتظر تملقه، وحولوا الصحف إلى وسائل للاستفزاز وكسب وجني المنافع والصفقات. وثمة من اعترف على الهواء أن النخبة الاجتماعية في القرية والعشيرة والمنطقة قد اندثرت تحت حشد المدعين ومن امتلكوا لغة الوقت أو الدولار ليكون ممثلا للنخبة. فأية غرابة، يسأل الكاتب هنا، أن تذبل وتحب النخبة الثقافية. يقول الكاتب أخيرا: يتفائل المتفائلون بالوقت القادم ويدعون ويحثون على إقامة ثورات ثقافية وحضارية وأن تبعث النخبة إلى حياة عراق الشعراء والأدباء وصناع الحياة، فهل هو حلم من أحلام النخبة الغاطسة في طوبائيته؟ ننتقل إلى صحيفة السياسة الكويتية ونقرأ للكاتب داود البصري هذا العنوان: جيش العراق الفضائي، هل سيحاسب المسؤول؟ يقول فيه: الخطوات الإصلاحية وبالتقسيط التي يقوم بها حيدر العبادي للتركة الثقيلة والخراب الذي تسبب به رئيس الحكومة العراقية السابق المالكي كشف عن حقائق رهيبة من التعديات التي وصلت لمستوى الجرائم في إدارة السلطة في العراق. فبعد إلغاء ما كان يسمى بالمكتب العسكري للقائد العام والذي كان تجمعا للصوص العصابة الحاكمة من كبار العسكريين، جاء الدور على اكتشاف الخلل الكبير في دهاليز وزارة الدفاع العراقية والتشكيلات والفرق العسكرية أيضا التابعة لها، حيث تبين من نتائج التحقيقات الأولية والسريعة أن هناك 50,000 جندي أو عسكري على الورق وسلم الرواتب والأجور فقط، وليس في المعسكرات أو القواعد العسكرية العراقية وبما يسمونهم الجيش الفضائي أو الشبحي، لكونهم يمتصون مبالغ مهمة ومالية كبيرة يعود ريعها لكبار القادة والكبار الضباط المتواطئين في وزارة الدفاع في هذه القضية. يقول الكاتب: هي فضيحة عظمى، لو حصلت في أي بلد آخر غير العراق لأطيحت برؤوس، ولكن في العراق بلد العجائب والأساطير والخرافات بات كل شيء محتملا وطبيعيا. والسؤال كما يقول الكاتب الذي يفرض نفسه وبقوة وجدية يتمحور حول النتائج المباشرة لهذا الكشف الفضائحي وكيف سيتعامل العبادي مع الموقف، وهل سيتمكن من فرض مراقبات أو مقاربات قانونية تحيل المالك للتحقيق ومن ثم المحاكمة، وهل ستسمح طبيعة العلاقات بين أطراف التحالف الشعبي المضي قدما في هذا الخطوة أو هذا الاتجاه والذي يعني التقدم في الخطوة الأولى على صعيد بناء الدولة، وهل سيسمح الولي الإيراني الفقيه بتحقيق ذلك وهو قد أصدر قبل أسابيع فتوى العصمة والنجاة بحق المالكي الذي اعتبره بطلا من أبطال العملية السياسية في العراق. يقول الكاتب أو يعلق على ذلك بالقول: أمر جميل ورائع أن يتم كشف الفساد ونشر الغسيل السلطوي على العالمين وتسليط الأضواء على اللصوص الذين تسببت سرقاتهم الدنيئة بفقدان حياة آلاف الأبرياء من الشباب العراقي، ولكن الأجمل والأروع أن تكون يد القانون فوق الجميع. فهل ستتم محاكمة المالكي والذي يبدو غير مهتم أساسا بما يدور حوله وهو يقوم بالزيارات الخارجية لإيران ولبنان، وهل سيكون العبادي رجل دولة حقيقي يتسامى على الاعتبارات الطائفية ويضع الحق في نصابه باعتباره رئيسا لوزراء كل العراق وليس لطائفة واحدة؟ يخلص الكاتب إلى القول: أمام العبادي فرصة حقيقية لإحداث التحول ودخول التاريخ عبر سياسة الحسم ومعاقبة اللصوص، وبعكسه سوف يكون دمعة في التاريخ يتحدث أكثر مما يفعل. فما صورة التطورات المقبلة والتي سيراقبها العالم ويتحدث على ضوئها مستقبل العملية السياسية بل مستقبل العراق ذاته؟ ننتظر ونرى، فلعلنا نجد القردة من اللصوص الطائفية خلف القضبان، وعندها ستتغير كثير الأشياء.
إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ ما جاء في افتتاحيتها تحت عنوان العراق فضيحة الجنود الوهميين في الدولة الوهمية. تقول الصحيفة: بدأت السلطات العراقية توسيع التحقيقات في قضية الجنود الوهميين بعد الكشف عن وجود 50,000 عنصر وهمي في الجيش، وهو ما بات يعرف أعلاميا بالفضائيين، ليشمل أيضا وزارة الداخلية بكافة مراكزها الأمنية. والمقصود من الجنود الوهميين أو الفضائيين عناصر في الأجهزة الأمنية العراقية من الجيش والشرطة، ممن يتمتعون بإجازات مفتوحة مقابل دفع مرتباتهم الشهرية إلى قادتهم العسكريين مع ضمان استمرارهم بالخدمة، أو جنود قتلوا في المعارك ولم تحذف أسماؤهم من قوائم الرواتب الشهرية. وعن هذا الموضوع أكد برلمانيون عراقيون أن هذه الظاهرة كما يسمونها كانت موجودة قبل الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، لكنها كانت محدودة للغاية ثم توسعت منذ إذن، مؤكدين أن العدد الحقيقي للجنود الوهميين قد يكون أكبر كثيرا من 50,000 الذين أعلن عنهم، حيث أن الوهم موجود أيضا بين صفوف الشرطة وأجهزة أمنية أخرى. ويتقاضى الجندي العراقي كما يواصل الكاتب مقاله راتبا شهريا متوسطا قدره 750,000 دينار عراقي، أي نحو 600 دولار أمريكي، وهو ذاته الذي يتقاضاه أقرانه في وزارة الداخلية، بينما يتقاضى الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية راتبا مضاعفا. وإذا افترضنا أن 50,000 هو العدد النهائي في هذه الفضيحة، سيتبين أن مقدار ما تم إهداره من أموال الشعب العراقي على أولئك الوهميين في السنوات العشر الماضية هو 3,600,000,000 دولار. أما إذا أردنا إضافة قيمة الصفقات الوهمية في التسليح والتدريب لذلك الجيش الوهمي حقا، فإن ذلك الرقم سيتضاعف عشرات المرات دون مبالغة. ومن المشروع أن يسأل العراقيون اليوم هل الخوف من أن تكشف مثل هذه الفضائح هو ما جعل رئيس الوزراء السابق المالكي يصر على التشبث بمنصبه حتى بعد أن تخلى عنه أغلب أنصاره، ثم جعله يصر على تولي منصب نائب رئيس الجمهورية طلبا لاستمرار الحصانة؟ أما السؤال الأهم فهو إن كانت مثل هذه الفضيحة ممكنة الحدوث أصلا في دولة حقيقية، أما أن دولة المالكي نفسها وليس الجيش فقط كانت وهما كبيرا ومجرد ستار رسمي للفساد وحصنا يختبئ فيه المفسدون. يضيف الكاتب: لقد أحسن رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكشف عن هذه الفضيحة أمام البرلمان، إلا أن هذا ليس كافيا، إذ يحتم عليه واجبه كما يقول الكاتب أن يحقق جنائيا مع كافة المسؤولين عن إهدار أموال الشعب العراقي مهما كانت المناصب التي يتقلدونها. الواقع أن مواجهة الفساد تبقى شرطا رئيسيا لوجود دولة حقيقية جديرة بثقة شعبها، وبالطبع فإن هذا يجب أن يحدث ضمن مقاربة سياسية شاملة تقوم على الشفافية الكاملة في أدوات الحكم كما يقول، والاصطفاف الوطني وراء مشروع قومي لإنقاذ العراق. أما البديل فهو مزيد من الاندفاع نحو وضع تهيمن عليه مصالح ضيقة ورؤى انفصالية وانهيارات أمنية واقتصادية وخرائط لكانتونات عرقية وطائفية، ما قد يستحيل معه الحفاظ على العراق كما عرفناه سواء كدولة حقيقية أو حتى وهمية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى المواقع الإلكترونية، ومن موقع كتابات هذا المقال للكاتب شاكر الجبوري بعنوان العبادي شكرا يستهلهم القول. يواصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سياسة التهدئة وإعادة بناء المؤسسات ضمن أجواء من الانفراج السياسي، رغم مد وجزر تمارسه جهات متضررة من بسط سلطة القانون التي عندما يتم تفعيلها سنجد الكثير من الرؤوس وقد حان وقت قطافها، ليس بمساج التصفية الشخصية والتفرد بالحكم بل على خلفية تجاوزات أنهكت الدولة العراقية من الداخل. ويحتاج العبادي لاستكمال مهمة الإصلاح فريقا سياسيا متجانسا ورغبة في قدرة على طي صفحة الماضي، والأهم إرادة مسؤولة، أو هذه الإرادة المسؤولة تكون قادرة على استعادة هيبة الدولة العراقية من خلال الشخص المناسب بالمكان الصحيح، بعيدا عن التزكيات الحزبية والمجاملات الشخصية التي يدفع العراق ثمنها باهظا هذه الأيام، حيث لعبت الأنانية الشخصية وآفة التسلط دورا خطيرا في تخريب تجانس العراقيين. ويقول الكاتب: لكي لا يتكرر المشهد
فإن العبادي مطالب بتفعيل سلطة القضاء على الجميع، وبما يقطع الطريق على الفساد، مع تذكير رئيس الوزراء العراقي بأن ليس كل من عمل في مؤسسة الحكم السابقة يجب ملاحقته، فهناك كفاءات كثيرة اجتهدت في خدمة العراق وحققت إنجازات كبيرة. فبدون فكرة أن العراق يتسع لكل أبنائه، سيبقى الشطط قائما وقائمة المحرومين طويلة. ونذكر رئيس الوزراء أيضا أن القيادات التي يتم استبعادها لم يتم اختيارها على أساس الكفاءة والمهنية، بل عبر مجاملات وسياسات العبودية الشخصية التي غالبا ما يصاب بها غير الديمقراطيين بالفطرة، وهو ما يجب تحويله كما يقول إلى منهج عمل في بقية المؤسسات. العراق بحاجة إلى إصلاح النفوس واستعادة ثقة المواطن بالحكومة لا العكس. ويقول الكاتب: لو أن الحكومة السابقة قد نظرت إلى العراقيين بالتساوي لما تفاقت الأزمات، ولو هي عملت لإسعاد الناس لما خرج الملايين مطالبين برحيلها، ولما تنوعت القوات الرافضة لمنهج الأقصاء وعدم الالتزام بالواو. يواصل الكاتب فيقول: إن هذا الأمر أيضا لو لم يكن موجودا لما تحول الشركاء إلى خصوم، ما يستدعي إعادة توجيه بوصلة الأولويات للمحافظة على التجانس السياسي، ليس لعبور مرحلة بل لإعادة بناء ما خربته آلة اللاوعي السياسي. ونريد تذكير حيدر العبادي بأن غالبية الوجوه المشاركة في حكومته كانت ممثلة في المرحلة السابقة، لكنها محاصرة بملفات لها أول وليس لها آخر ضمن فلسفة التخويف والترهيب للشراكة. ما ينبغي الاستفادة منه للحد من الطوق الأمني المفروض على الشعب بمؤسسات تتداخل في الاختصاص، فليس كل ناقد متآمن مثلما ليس كل مجامل مخلص، وهو ما يستدعي اختيار الناس على أساس الولاء الوطني بدلا من قذفهم بالشبهات. ويبقى، يقول الكاتب أخيرا، الفرق كبيرا جدا بين سياسي تعايش مع الديمقراطية الأوروبية وآخر عاش تحت سلطة الرأي الأوحد فتأثر به. يختم الكاتب بالقول: شكرا العبادي، وطريقك لن تكون معبدة بالورود لكنها ستبقى سالكة، لأن توجهاتك تحظى برضا العراقي، وهو الأهم من كل التأييد الدولي. ننتقل إلى موقع إلاف ونقرأ هذا المقال للكاتب دياري مجيد بعنوان: العراق وصناعة أمراء الحرب. يقول فيه: في ظل التطورات الأخيرة التي برزت في المشهد العراقي بعد احتلال الموصل من قبل قوات داعش، برزت فكرة مهمة بدأت تراود العديد من القادة العراقيين، وهي فكرة تشكيل الحرس الوطني التي تشير بوادرها الأولى بأنها مشروع يسعى إلى إطفاء مزيد من العسكرة على مدننا المثقلة، بالأساس بمقدار عال من الفوضى التي ترتبت على انتشار لغة السلاح في كل تفاعلاتها الخارجة على السيطرة، في ظل تمدد خطير للغديد من التنظيمات التي تدعي بأنها تحارب نيابة عن الطائفة التي تمثلها. للوهلة الأولى، يقول الكاتب، يبدو أن فكرة الحرس الوطني تسعى لتكريس التغريب المناطق في العراق، فضلا عن إطفاء البعد الحكومي على عمل الميليشيات المسلحة عبر وضعها تحت عنوان هذا الحرس الذي لم تعرف مهامه ولا صلاحياته بعد. فمجرد القول بأن نشاطه يتركز في إطار المدن التي يهيمن عليها تنظيم داعش، وربما لاحقا في إطار المدن العراقية الأخرى، ليس مبررا كافيا لتمرير تشكيله بهذه الطريقة التي تنبئ بمزيد من الفوضى والاحتراب الطائفي. سيسهم هذا الحرس وفقا لصياغته الأولية تلك بظهور العديد من القيادات التي سيتم إغراؤها بالمناصب والمرتبات العالية من أجل كسب، كما يقول، ولائها للدولة أو للجهة الرئيسة التي أنتجت هذا المشروع، وهو ما يعني بأن هنالك خطر كبير من الاعتماد على هذا الولاء الذي أثبتت تجارب الأمس القريب بأنه ولاء قابل للدخول إلى بورصة المنافسة الإقليمية. فهنالك من هو مستعد لدفع أثمان كبيرة لشراء ولاء هذه القيادات والزعمات العشائرية التي تقف وراءها، لمهد لذلك لاحقا لاحتلالات داخلية تشهدها المدن العراقية الملتهبة دوما بالعديد من عناصر الصراع القابلة للانفجار في أي لحظة طائشة. الغريب في موضوع صناعة هذا الحرس وما سيفرزه من أمراء حربيون أن هنالك قوة مهمة اليوم باتت تبحث لها عن موطئ قدم في تشكيلاته المفترضة، وذلك بدلا من أن تتمسك بموقفها الرافض لتمرير فكرته التي بدأت عملية التسويق لها إعلاميا.
فهنالك من يصور على أنه البديل الأمثل لحماية المناطق العراقية وبأنه الخطوة الأخيرة المناسبة التي يمكن للحكومة القيام بها من أجل ما تدعيه بأنه انقاذ لسمعة المؤسسة العسكرية المتهمة دوما بالطائفية. وهنا تحاول مثل هذه الجهات إهمال المخاوف المجتمعية من تشكيل هذا الحرس، وبالتأكيد بدلا من ذلك على مخاوف مادية ذات علاقة بتحديد مراكز الثقة للاقتصادي للقيادات التي ستفرزها عمليات التهيئة والتنفيذ لهذا المشروع. يقول الكاتب هنا: حتى اللحظة لم يتحدث قادة الدولة العراقية بشكل صريح عن القيمة التي ستبقى للجيش العراقي في ظل هذا التشتت الجغرافي لبديل مناطقي. يبدو لأنه يهيأ لفكرة التقسيم الإقليمي للعراق على أسس مذهبية بالضرورة ستقود إلى تفكك المؤسسة العسكرية، وستحول المحافظات إلى معسكرات تدريب وتهيئة للقتال بأي لحظة بعد أن يتم السيطرة عليها من قبل إدارات داعش كما يقول وغيرها من الحالمين دوما بالقضاء على الطائفة الأخرى المهددة دوما بالتغييب عن خريطة العراق والمضطرة لتحشيد عمقها السكاني عسكريا. لغة العسكرة هذه للمدن العراقية بمسميات جديدة ستفشل في ضم الفصائل المسلحة لمشروع الدولة، كما ستسهم في فتح أبواب جديدة للصراع لن يقوى العراق المتهاوم والمترنح في حكومته الفتية وأدائها السياسي المتواضع على مواجهة خطره التي يبدو بأنها ستنقلب لاحقا من كونها علاجا لتصبح مأساة يذكرها التاريخ بخيبة أمل ومرارة كبيرة في ظل فشل حتمي واستراتيجي لموضوع التخطيط السياسي لإنهاء الأزمات وتفكيكها في عراق، يئن من تعاظم الأدوار التي يمارسها تجار الحروب وأمرائها المتلذذين برؤية السلاح وما يرتبط به من الفوضى وهي تنتشر في كل مكان لتقضي على ما تبقى من مساحات مدنية ضيقة في حياتنا المهددة أصلا بالزوال. نتوقف الآن مشاهدينا مع هذا الفاصل من رسوم الكاريكاتير ونعود نتابع حلقتنا.
نكمل جولتنا الصحفية مع المواقع الإلكترونية أيضا ومن الحوار المتمدن. نقل هذا المقال للكاتب عماد علي بعنوان: هل نصل إلى مجتمع صحي بعد التغييرات المتتالية؟ يقول فيه: في الوضع العراقي لم يكن التغيير بعد تفكير وتخطيط ومن ثم تنفيذ كما هو حال التغيير الطبيعي للفرد أو أي مجتمع، وإنما جاء أو فرض عليه فوقيا ودون تحضير مسبق، وحصل ما لم يكن في الحسبان. ونتيجة التغييرات السياسية التي حصلت وأنتجت مجتمعا فوضويا مختلطا برزت منه سلبيات جمة بدلا من الإيجابيات المنتظرة من كل تغيير طبيعي. لذا لم يكن تأثير التغيير على المجتمع، على الثقافة والاقتصاد بشكل طبيعي أيضا، ما عقد الأمر اجتماعيا. وتداخل الأمور مع بعضها والتأثير المتبادل بين الداخل والخارج العراقي والمفاجآت التي حصلت واختلال التوازن الاجتماعي الذي أثر بشكل جدي على حياة الفرد والمجتمع بكل فئاته، تغيرت الأفراد والعوائل مكانة وطبقة ومعيشة. فمنهم من اعتلى شأنا ومنهم من دنا ولم يهتموا بما يحصل لهم أو لم يفكروا بمستقبلهم البعيد ولا القريب، وهذا ما يبعد التخطيط عن فكر الفرد وبدوره عن العائلة وهكذا عن المجتمع ومكونات الشعب كافة. استحدثت أو انبثق وولدت لحد ما عادات وتقاليد ربما اكتسبها المجتمع العراقي نتيجة تغيير وسائل الاتصال ومجيء عناصر جديدة وابتذال أخرى وتقدمها أو انتهاء صلاحيتها مع تغيير الواقع. أعيدت طقوس وشعائر خفت حدتها وممارستها من قبل بعد الكبت الطويل، وانفجرت الحالة بشكل غير طبيعي ويمكن أن نسميها مرضية. يقول الكاتب أيضا: تعددت السلطات وكذلك إلى جانب الاجتماعية والسلطات السياسية، واعتلى دور العشيرة والقبيلة لظروف موضوعية. تدخلت في انبثاقه أحزاب سياسية من الإسلام السياسي والقوى الخارجية المتنفذة أيضا، ويمكن أن لا نبالغ إذا قلنا بأنها وصلت الحال كما يقول إلى مرحلة ما كان عليه العراق أبان الاحتلال البريطاني وما نفذه في العراق من كافة الجوانب السياسية الاجتماعية. بعد الحروب الطويلة، يقول الكاتب، الطويلة الأمد مع إيران واحتلال الكويت والانتفاضة الداخلية وإسقاط النظام، لكل منه تأثيراته الخاصة. ويمكن أن نعتبر الوقت الذي حدث فيه تلك التغييرات أنها فترة انتقال من ضفاف إلى آخر بشكل متسلسل، ومنه ما حدث بشكل مفاجئ. تغير الوضع الديموغرافي للشعب العراقي بشكل كامل، لم تبقى أركانه كما هي، وحدث تغيير في التركيب والشكل، وحدث تداخل بين المستويات بحيث لم يعد بإمكانك أن تفرق بين المدنية والريفية الآن، وأثر بدورها على الوضع الاقتصادي الثقافي العام للبلد. السؤال الذي يمكن أن يطرحه أي منا: هل يمكن أن يعاد النصاب إلى المجتمع العراقي بعد كل التغييرات الجذرية التي أحدثتها المرحلة الجديدة لحياة الشعب العراقي ويصبح مجتمعا صحيا؟ يقول الكاتب: هنالك من هو متفائل لما يرجع سبب تفاؤله إلى معدن الشعب العراقي وتراثه وحضارته المتراكمة في لاوعيه، ويمكنه أن يزيح المؤثرات المؤقتة على سطحه وينفض الغبار المتراكم. وهناك من هو متشائم ولا يعتقد ذلك، ويعود سبب اعتقاده إلى أن التغييرات أثرت في النخاع ولم يعد بالإمكان عودة المياه إلى مجاريها، ويجب أن ننتظر تغييرات جديدة والانتقال إلى مراحل أخرى. ربما السير على ما وصلنا إليه بشكل طبيعي يمكن أن يأخذ مسارا معينا ويستقر به المجتمع على وضعه الطبيعي الجديد، ولا يمكن أن يتوقف أو يعود إلى الوراء. وهذا ما ينسجم مع العقلانية في التفكير والعلمية في الفكر والواقعية في التأمل. يقول الكاتب أخيرا: أي مجتمع صحي يمكن أن يعثر عليه ضمن التغييرات الطبيعية المتتالية لوضع المجتمع إيجابيا بعد إزالة الشواذ عفويا أو نتيجة زخم الدفع الذاتي لقوة التغيير المفروضة عليه لإزاحة السلبيات المجتمعية. ننتقل الآن إلى زاوية القضايا والتحقيقات، ومن صحيفة العالم هذا التحقيق بعنوان: نواب، عدم تطبيق التجنيد الإلزامي غيب الانتماء الوطني. يقول التحقيق: يحقق قانون التجنيد الإلزامي التوازن الطبقي والعقائدي في المؤسسة العسكرية، وذلك بحسب نواب من التحالف الوطني، مشيرين إلى عدم تطبيقه غيب الشعور بالانتماء الوطني بعد أن جعل التطوع غير النظامي المنظومة الأمنية ضعيفة ومعرضة للانهيار في أي وقت، فيما يعتبر نواب عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الشروع بهذا القانون متأخرا، لافتا إلى تفكك تلك المنظومة واعتمادها لونا معينا
أو طائفة دون أخرى في الانتماء إليها. وبعد أن تزايدت الدعوات لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي، سعت الجموع من الفئة الشابة لمعرفة آلية الانتماء وكيفية العمل بها، لكن سرعان ما قلت الحماسة الوطنية حينما علموا بأنها لن يطبق في هذا الوقت لأسباب عديدة، منها المعارك التي يقودها الجيش في المناطق الغربية والشمالية من البلد ضد التنظيم الإرهابي، وكذلك الوضع المتردي للمؤسسات الحكومية وما شهدته من عمليات إفلاس مالي وعمليات التهجير القسري لمعظم العوائل في بعض المحافظات. كل هذه الأمور جعلت من الموضوع معلقا إلى إشعار آخر حتى تتوفر الظروف الملائمة لتطبيقه. الدكتور عبدالله العتيبي، أكاديمي متخصص في التاريخ السياسي، بيّن أن على مدى تاريخ العراق كما يدعي وفي أيام عهد الملكي لم يكن للعراق جيش، بل كانت العشائر العراقية هي من تحوي أسوار مناطقها، ولم يكن هناك شيء يعرف بتجنيد الإلزامي للأبناء، بل كان يعتمد على التطوع غير النظامي للقتال في المعارك. ويضيف الدكتور أنه بعد حدوث التغيير في العام 2003 اضمحلت المؤسسة العسكرية بعد حل التجنيد الإلزامي على مدى أكثر من 10 سنوات، وأصبح المنتمون إليها أناسا لا يمتلكون أصلا القدرات والكفاءة العسكرية، ما سبب الانفلات وتفكك تلك المؤسسة بسبب سوء القيادة، في إشارة إلى تعمد السياسة الأمريكية إضعاف تلك المؤسسة. من جانبه يرى صلاح الجبوري، النائب على ائتلاف دولة القانون، بأنه لكي نبني مؤسسة عسكرية نزيهة علينا بتشريع هذا القانون الذي يحقق التوازن الطبقي والعقائدي بين صفوف أبناء العراق. ويشترط الجبوري في بناء مؤسسة رصينة يمكن الاعتماد عليها في أمن البلد، أن نهيئ معسكرات التدريب والمعدات العسكرية المتنوعة واختيار القادة العسكريين الأكفاء لهذه المهمة. إلا أن نائبا عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي يعتبر من الخطأ أن يناقش هذا الموضوع في هذه الأيام، بل تجب مناقشته في بداية التغيير عندما مسك الشعب العراقي الأرض. أما عبد الإله نائب عن التحالف الوطني قال بأن قانون التجنيد الإلزامي يعد قانونا دستوريا متبع لدى أغلب البلدان العربية والغربية التي تسعى إلى الحفاظ على وحدة البلاد العسكرية والاجتماعية، وأشار إلى انعدامه في العراق غيب الشعور بالانتماء الوطني من قبل أبناء البلد والاكتتاف بالتطوع غير النظامي الذي جعل المنظومة العسكرية ضعيفة ومعرضة للانهيار في أي وقت. ننتقل الآن إلى موقع إلاف وتحقيق آخر بعنوان اتفاق بغداد وأربيل يحفز مطالب دولية لإنجاز المصالحة الوطنية، حيث حظي اتفاق بغداد وأربيل على حل معظم الملفات العالقة بينهما بترحيب دولي، اعتبر أنه بداية إيجابية لحل جميع المشكلات وخطوة متقدمة ستعزز من العمل سوية لهزيمة تنظيم داعش وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي. فقد رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي مادينوف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والكردستانية في أربيل كردستان العراق لحل جملة من القضايا العالقة. وقال في تصريح صحفي اطلعت على نصه إلاف أنه يتطلع إلى تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك أمر صادرات النفط من الإقليم وكركوك، فضلا عن صرف ميزانية حكومة إقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية ودفع رواتب المشمرجة. ودعا المسؤول الأممي جميع الزعماء والقادة العراقيين على مواصلة إبداء نفس روح الوحدة والرغبة في التوصل لاتفاق بشأن الأولويات الملحة، بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، فضلا عن التشريعات الهامة الأخرى. ومن جهتها رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق وأشارت إلى أنه يأتي تماشيا مع دستور العراق وسيتيح لجميع العراقيين الاستفادة بشكل عادل من ثروات النفط والغاز. وأكدت أن الاتفاق سيعزز موقف حكومتي بغداد وأربيل على العمل لهزيمة داعش. ومن جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الاتفاق بين بغداد وأربيل خطوة في غاية الأهمية، وأشار إن الولايات المتحدة لها مصلحة كبيرة في التقدم الذي أحرزته حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وكانت الحكومتان الاتحادية في بغداد والكردستانية في أربيل قد أعلنتا أمس الثلاثاء اتفاقهما على إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد والبلغة 17% منها،
مقابل قيام أربيل بتسليمها 250 ألف برميل يومياً من حقول النفط الإقليم و300 ألف برميل من حقول محافظة كركوك إلى الحكومة الاتحادية لتصديرها لحسابها الخاص. وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقات بدءاً من مطلع العام المقبل، فيما سيعقد الوفدان المفوضان جلسة عمل ختامية في وقت لاحق اليوم أو أمس، سيصدر عنها بيان مشترك يتضمن تفاصيل الاتفاق. وقالت مصادر كردنية أن هذه الاتفاقات توصل إليها رئيسا الحكومتين المركزية في بغداد حيدر العبادي والكردستانية في أربيل نجرفان بارزاني عقب مباحثات شهدتها بغداد على مدى 3 أيام شهدت 4 اجتماعات مكثفة. ونص الاتفاق على أن يتم تصدير هذه الاتفاقيات أو هذه الصادرات من النفط عن طريق شركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو، وذلك عبر ميناء جيهان التركي لتصدير النفط، وهو ما كان يرفضه الكرد سابقا في تصدير نفطهم عبر الشركة. نطوي آخر صفحات الملف العراقي مع المستقبل العراقي وتحقيق بعنوان أيتام يجوبون الشوارع بحثاً عن لقمة العيش. فقد كان من نتائج الحروب المتتالية خلال العقود الثلاثة المنصرمة، إضافة لتردي الأوضاع الأمنية والانفجارات المستمرة والقتل العشوائي في السنوات الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد الأيتام ممن فقدوا المعيل، حيث تقدر الكثير من الإحصائيات التي تنظمها الجهات المختصة أن هناك أكثر من 5 ملايين يتيم في العراق، علما أن العدد قابل للزيادة في ظل الظروف غير الطبيعية التي يشهدها البلد. وقد دفعت الكثير من العوائل الفقيرة والمعوزة بأطفالها الأيتام إلى الشارع للبحث عن عمل وتوفير لقمة عيش ضرورية لها، الأمر الذي يعرضهم للكثير من المخاطر واستغلالهم من قبل النفوس المريضة واللصوص والمجرمين في ظل عجز الدولة عن توفير حياة كريمة لهم. وعن هذا الموضوع يقول جابر العبيدي أستاذ تربوي أن اضطرار الكثير من الأيتام للنزول إلى الشارع وممارسة أعمال لا تتناسب مع قدراتهم البدنية ومخالفة صريحة لقانون العمل الذي حدد عمر الطفل الذي يعمل وطبيعة العمل الذي يمارسه، فضلا عن تحديد ساعات العمل. وأنا أدعو والقول له إلى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال لحاجتنا الماسة لهذا الجيل الناشئ لبناء المستقبل المشرق للبلد، فيما تناشد المعلمة بلقيس العزاوي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتنظيم حملة لتنبيه صناع القرار إلى ما يواجهه الأيتام من صعوبات جمة في سبيل توفير لقمة العيش لهم، رغم ما يترتب على ممارستها من مخاطر جمة، أولها احتمال استغلالهم من قبل قوى الإرهاب أو وقوعهم فريسة سهلة للانحراف وإيجاد الحلول الإنسانية المناسبة للحد من معاناة الأيتام وخاصة في المناطق الشعبية الفقيرة. بدورنا ندعو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق نصوص القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال بأعمار معينة، علما أن العراق ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات دولية لمنع عمالة الأطفال وشمول الأيتام برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية وتزويدهم ببطاقات التأمين الصحي لدى مراجعتهم المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. فهذه الشريحة المظلومة فقدت الأمان بفقدها المعيل، وهي بحاجة إلى دعم كبير مادي ونفسي لتحتضنهم مقاعد الدراسة بدلا من الشوارع وأرصفتها، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لانتشالهم من معاناتهم الحياتية كحق إنساني وكحق دستوري. إذن محطتنا التالية مع الملف العربي والدولي، لكن بعد هذا الفاصل نتابع. البداية من الشرق الأوسط، وهذا المقال الكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان هل المفاوضات صرخة استغاثة إيرانية؟ يقول فيه هناك شعور بأن إيران تريد من ينقذها من نفسها وليس من العرب أو الغرب، مشكلة إيران في داخل إيران لا خارج حدودها، وربما هذا ما يعكسه تصريح وزير خارجيتها محمد جواد ظريف
عندما قال: أؤكد لكم أن إيران أصبحت أكثر أمناً جراء المفاوضات، ولا يمكن لأحد اليوم أن يذوق طبول الحرب ضد الشعب الإيراني. وانهارت جميع الضجات الإعلامية العدائية ضدنا. لنقرأ إيران وفق هذا المفهوم: السجن الذاتي، نظام وضع نفسه في الزاوية، حبس نفسه في الصندوق بالشعارات والعلاقات والمواقف السياسية لحقبة تجاوزت 30 عاما. في زاويته حبس نفسه وقياداته وعقله في وقت كان فيه العالم من حوله يتغير. إيران نموذج أقرب إلى الصين الشيوعية والاتحاد السوفيتي. الصين خلعت قمصنها اليسارية والسوفيتية واخترعت نظاما جديدا بوجوه جديدة. يسأل الكاتب: هل حقا القيادات الإيرانية تريد الخروج من الصندوق الذي ورثته من الثورة وتتطلع للانفتاح؟ وهي من خلال مفاوضاتها مع الغرب على تخصيب أقل ونووي بنا أسنان تطلق مجرد صرخة استغاثة تستنجد بها للالتحاق بركب العالم الذي تغير كثيرا. الوزير ظريف لم يقل إن إيران تريد أن تتغير، لكنه يتحدث عن أن بلده يشعر بالأمان من مجرد التفاوض ويشعر بالفخر من جلوس الدول الست معه تفاوضا لإنهاء حالة الحرب المستمرة عليه. إذا كان هذا شعور الوزير وشعور النظام، فماذا سيحدث لاحقا إن تم الاتفاق وانتهت مواجهة الأعوام 30؟ أدبيات النظام، وهي أدبيات الثورة التي بنيت نظريا على المواجهة والتضحية، ستكون خارج السياق السياسي الجديد. سيكون الغرب صديقا، وإن حدث هذا رسميا فلن تعود إيران الثورية إيران ما بعد المفاوضات. وهذا كله مرهون بصحة نظرية الصندوق الذي سجن النظام نفسه فيه، وأنه يبحث عن وسيلة للانتقال إلى عالم متمدن، وتصبح إيران منفتحة على العالم والذي قد يفشل محاولة الهروب من الثورة وصراعات الداخل التي لم تحسم، رغم أن قائد ثورتها آيات الله الخميني كما يقول رحل قبل نحو ربع قرن. فلا تزال احتفالات دولة ومجالس الساسة ترصع بالصور الفخمة والضخمة لقيادة الثورة، تماما كما كان يفعل الصينيون في الماضي ويتنافسون في إظهار ولائهم بتكميل الصور ماو تسي تونغ. لكن ما أن فتحت أبوابات بكين حتى صار ماو مثل بقية أباطرة الصين، تاريخ الفخر دون الحاجة للانحناء له أو تعليمه. يقول الكاتب هنا: الوزير ظريف يقول إن العالم أصبح يريد التفاهم على أساس المنطق والحوار والاحترام. والحقيقة أن العالم كان دائما يحاول التفاهم مع إيران كذلك، لكن القيادة كما يقول الإيرانية كانت تنكمش على نفسها، وكل من يحاول مد يده للخارج يتهم بالعمالة والخيانة. ويقول الكاتب أخيرا: ربما تنتهي هذه القيود ويخرج الإيرانيون من صندوقهم، ربما، وإن كانت المفاوضات مجرد حيلة للخروج من الصندوق الذي عوقب فيه النظام للهجوم والتمدد، فإن النظام عمليا يكون قد اختار نهايته كما يفعل الانتحاريون الدينيون. إذن هذا ما قالته حديث الصحافة في هذا اليوم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.